السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة عثمان فلوغ، مرحبا بكم من جديد. إذا كنتم من المشاهدين الجدد أدعوكم إلى الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ولا تنسوا متابعينا الأوفياء دعم المقطع بالضغط على زر أعجبني ومشاركته مع أصدقائي. شكرا لكم جزيل الشكر. اليوم يا أصدقائي سوف أخذكم في جولة إلى مطار الناظور العروي الدولي عبر الطريق الجديدة، وهي الطريق المدرية لمدينة العروي، بحيث أن هذه الطريق توجد خارج مدينة العروي. إذن غنخدو هذه الطريق لأنها طريق مختصرة وليس عليها ضغط. إذن غادي نشوف الطريق اللي معيهاش الضغط، وغادي نمشيو بها إن شاء الله إلى مطار ناظور العروي. إذن غادي نخليكم مع هذا المشاهد ونلتقي بعد قليل في هذا الفيديو. يا رسول الله يا بيم الجار عليك صلوات الله، يا صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة، يا وسارة والقاسم وعبد الله، الله الله المدد يا رسول الله، عليك صلوات الله، أنت المعروف بالجود مقر الضيوف، إني ملعون أغثني بحق الله، الله الله المدد يا رسول الله، يا ريم الجام عليك صلوات الله، أنت الحبيب الأعظم سر مجيب، حاشا يا أخي من نادى لرسول الله، الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله، قم غرد مع الفجر وغنم أجري واستنجد برسول الله، الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجم عليك صلوات الله، يا طير القمري قم غرد مع الفجر وغنم أجري واستنجد لرسول الله، الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجام عليك صلوات الله، عبد في الباب يرتجي لزم الأعتاب، جزء الجواب مرحبا قد قابلنا، الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجلال عليك صلوات الله، الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجلال عليك صلوات الله، جل الله ما في القلب غير الله، على الهادي صلى الله لا إله إلا الله، حسبي ربي جل الله ما في القلب غير الله، على الهادي صلى الله لا إله إلا الله، قال يا ربي
قلبي مثل عمل الأجواد، واعف عني كل ذنب واصلع الصفا الجميل. حسبي ربي جل الله، ما في القلبي غير الله. على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله. قال يا ربي ذنوبي مثل عمل الأجواد، واعف عني كل ذنب. إذن أصدقائي، نقترب الآن من مطار الناظور العروي الجديد. إذن كما تشاهدون في الصورة، المحطة الجوية، وهناك كتابة باللغة الفرنسية والعربية والأمازيغية: مطار الناظور العروي. إذن هذا هو المطار، وهذه هي الطريقة التي تؤدي إلى المطار. إذن كما تشاهدون، فإن المطار الجديد لم يفتتح بعد، فقط هناك مطار ثانوي. إذن هذا هو المطار الجديد كما تشاهدون على الشاشة، هو المطار، وهذا هو المرآب. وهنا أصدقائي، على طول هذا الطريق هناك إشارة مرور ممنوع الوقوف والتوقف. إذن غادي سنضطر إلى الدخول إلى مرآب السيارات. إذن بعد لحظات سوف ندخل إلى باركين مرآب السيارات هنا على يسارنا. إذن سندخل إليه، موقف السيارات، وسوف نأخذ ورقة من أجل أن يفتح لنا الباب لندخل إلى موقف السيارات. إذن أصدقائي، فتح الباب، والآن سوف ندخل إلى موقف السيارات ونركن السيارة هنا في هذا المكان. إذن أصدقائي، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. لا تنسوا دعم المقطع بالضغط على زر أعجبني ومشاركته مع أصدقائكم. إلى اللقاء في فيديو جديد مع جولة جديدة. مع السلامة.